من الحديث عن الصين إلى الحديث عن التكلفة الاقتصادية والخسائر الاقتصادية اللي بيتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي على مدار شهر. احنا بنتكلم على 5 أسابيع من الحرب كانت كفيلة بأنها تدفع اقتصاد إسرائيل نحو الانهيار. العجز في ميزانية الكيان الإسرائيلي وصل لـ6 مليار دولار. البورصة في تل أبيب خسرت حوالي المؤشر الرئيسي حوالي 17% في 25 مليار دولار تكبدتها الخزانة للدولة الإسرائيلية خلال الأيام اللي فاتت. تراجع شديد طبعا في كافة قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي خلال الفترة اللي فاتت. صحيح، تفاصيل أكتر ونأخذ حضراتكم في قراءة مع دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد. صباح الخير حضرتك يا دكتور ماجد، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. وفي البداية يعني زي ما محمد ذكر في المقدمة، احنا بنتكلم في 6 مليار دولار عجز في ميزانية الكيان الإسرائيلي أمام دعم أمريكي بقيمة 14 مليار و100 مليون دولار. صباح الخير أستاذة جمانة، صباح الخير أستاذ محمد، تحياتي لحضراتكم والسادة المشاهدين الكرام. طبعا لو بصينا للمشهد هنلاقي المشهد صعب جدا، مأساوي. مفيش تكافؤ ما بين القوتين في هذه الحرب. دعم كبير من دول كثيرة، ليست الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وإنما دول أخرى كثيرة تدعم الكيان الإسرائيلي. ومع ذلك يحقق الكيان الإسرائيلي خسائر في الأرواح، يحقق خسائر في الاقتصاد. زي ما تفضلتي حضرتك وقلتي، عجز في الميزانية 6 مليار، البورصة برضو حققت الانهيار وهبوط في أسعارها، بالإضافة إلى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي. طب ده بيأثر على إسرائيل فقط هذه الحرب؟ هل تؤثر على إسرائيل بمفردها؟ لا، الحرب دي بتأثر على اقتصاديات دول العالم أجمع، بتأثر بشكل كبير جدا، خاصة أن العالم لم يتعافى بعد من جائحة كورونا اللي جت من فترة، ثم تلتها الحرب الروسية الأوكرانية، والآن الحرب ما بين إسرائيل وما بين حماس. وبالتالي كل المؤشرات الاقتصادية بتقول أن استمرار هذه الحرب في غير صالح دول العالم كلها. ليه؟ لأنها بتحقق بس لإسرائيل أهداف احنا عارفينها كلنا، ولكن بتضر بأولا الفلسطينيين زي ما احنا شايفين والمأساة اللي هم عايشين فيها، ثانيا بتضر باقتصاد دول العالم أجمع، لأن عدم استقرار أي منطقة في العالم بشكل كبير بيأثر على معدلات الاقتصاد، معدلات النمو العالمية، بيأثر على حجم التجارة الدولية، اللي ممكن كمان يأثر بشكل أكبر جدا مش بس على إسرائيل ولكن على اقتصاديات دول العالم. تطور هذه الحرب طول الفترة الزمنية ليها، أو سيناريو أسوأ من خلال تصعيد هذه الحرب ودخول أطراف أخرى فيها. طيب حضرتك، إزاي مع أن اللي بيحصل دلوقتي من دعم لإسرائيل ووقوف دول كثيرة جنب إسرائيل وعدم تكافؤ هذه القوى في الحرب مع الفلسطينيين، ده بيأثر بشكل كبير جدا على اقتصاديات العالم، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم اللي بيشهدها العالم، بالإضافة إلى ما يسمى بالركود التضخمي أو الكساد مع التضخم مجتمعين، أو يسمى مصطلح ستاكفليشن. طيب لو نظرنا إلى المشهد وقلنا توقعات أو السيناريوهات اللي ممكن تتطور ليها هذه الحالة، هل سوف يتم السيطرة على هذه الأزمة الكبيرة وهذه الحرب الدموية؟ طب اسمح لي دكتور ماجد، يعني قبل ما اتكلم عن السيناريوهات الخاصة بالتداعيات الاقتصادية عالميا، يعني نتكلم على الداخل الإسرائيلي. هل شلل القطاعات الاقتصادية، توقف السياحة، توقف قطاعات كتيرة جدا داخل المجتمع الإسرائيلي، ده ممكن يكون من وجهة نظر حضرتك ورقة ضغط ما على صانع القرار في إسرائيل، على الحكومة الإسرائيلية، لأنه كلفة الحرب يوم بعد يوم بتزيد، ولا ده مش في اعتبارات أساسة في إسرائيل؟ الهدف من الحرب حضرتك هو هدف سياسي، إسرائيل تسعى إلى تحقيق مآربها، وبالتالي وجود هذا الدعم الكبير من الدول لإسرائيل بيخليها طبعا تقدر تصمد أكثر. بالإضافة لأن بدون شك أن استمرار الحرب بيأثر على إسرائيل بالسلب،
وبنشوف على الشاشات مش بس انهيار للحالة النفسية للجنود، وإنما تأثر أيضا الحالة الاقتصادية. فاستمرار الحرب أو تصعيد الحرب بالتأكيد بيأثر على إسرائيل، خاصة إن إسرائيل بتصدر منتجات لدول في العالم، بالإضافة إلى أن إسرائيل لديها ما يسمى بالسياحة الدينية. صحيح. وبالتالي بيأثر بشكل كبير على اقتصادها، بس المشكلة مش في التأثير، المشكلة أن الدعم أكبر من التأثير. بمعنى يعني شفنا الأرقام، هنلاقي مثلا الولايات المتحدة الدعم الخاص بها مثلا لإسرائيل حتى الآن ما يقرب من 14 أو يمكن 16 مليار دولار. طب العجز قد إيه؟ العجز 6 مليار، فالدعم أكبر من العجز، أكثر من ضعف العجز في الميزانية. نعم فن؟ أكثر من ضعف الميزانية، أكثر من يعني 14 طبعا. مليار والعجز 6 مليار، يعني أكثر من ضعف قيمة العجز نفسها. يبقى ده يعني مؤشر أن فعلا التأثر كبير. ليه؟ لأن بدون شك أن الحرب لما بتبقى موجودة في أي منطقة الاستثمارات بتهرب منها. صح. حتى الاستثمارات المحلية ما بيبقاش فيه. ليه؟ لأن رأس المال بطبعه جبان، والحروب والقلاقل سواء السياسية أو العسكرية بتؤثر على الاستثمار والتنمية بشكل كبير جدا، وبتؤدي إلى تراجع معدلات النمو، تؤدي إلى انخفاض الاستثمار، تؤدي إلى حالة من التخوف والقلق وعدم وضوح الرؤية أو عدم وجود حالة من اليقين بأن هذه الحرب سوف تنتهي، متى سوف تنتهي هذه الحرب وإلى أي مدى سوف تصل، هذا شيء لا يعلمه إلا الله. ولكن التوقعات تقول أن كلما استمرت الحرب بشكل أكبر كلما أثرت على اقتصاد إسرائيل أكيد، ولكنها تؤثر أيضا على اقتصاد العالم مع اقتصاد إسرائيل، خاصة أن العالم الآن أصبح كقرية واحدة، بمعنى أن ما يحدث في الشمال يؤثر في الجنوب. صحيح. الحرب الروسية الأوكرانية أين هي وأين تأثير العالم وما مدى تأثر العالم بها؟ بكل تأكيد يا فندم. طيب. إن كل الحروب لها أثار سلبية وأثار دموية، وخاصة الحروب أيضا التي فيها عدم تكافؤ وأيضا يعني ظلم لبعض الشعوب. طيب دكتور ماجد، حضرتك أشرت خلال حديثك لنقطة هامة، وإنه الهدف بالنسبة للكيان الإسرائيلي هو هدف سياسي وهدف أمني، ولكن بعض القراءات تشير أيضا أن إسرائيل لها مآرب اقتصادية من قطاع غزة، وأنه ما يحدث له انعكاس اقتصادي بالنسبة أو فائدة اقتصادية بالنسبة للكيان الإسرائيلي. طبعا بدون شك كلام حضرتك صحيح 100%. دايما بنقول الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، وبالتالي طبعا أن الأهداف السياسية بداخلها مآرب اقتصادية وأهداف اقتصادية كبيرة بدون شك، ولكن حضرتك في ظل هذه الحرب الدائرة الآن وفي ظل ما نراه يحدث على الشاشات، لا شك أن الاقتصاد يتأثر بالسياسة، وبالتالي الخسائر اللي بيحققها الكيان الإسرائيلي تتزامن مع وجود حالة من الضغط على الميزانية، زيادة المخصصات العسكرية. لكن لو في رؤية يا فندم، لو في رؤية لاستغلال موارد قطاع غزة على سبيل المثال حسب هذه القراءات، فبالنسبة لهذا الكيان الإسرائيلي فهي يعني مفيدة، أو نقول الوضع أنه هو يحتاج أن احنا نغامر. إسرائيل تعني إسرائيل حضرتك؟ طبعا طبعا بدون شك، لأن الأهداف مزدوجة زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، الأهداف سياسية وأيضا اقتصادية، وبالتالي طبعا في إصرار، وإحنا شايفين الحالة والتصعيد والحصار وما إلى ذلك، كل ده بيدل على أن الأهداف السياسية داخلها مصالح اقتصادية لإسرائيل من الاستحواذ على غزة وهذه المذبحة. وبالتالي طبعا الأهداف الاقتصادية تحقيقها من خلال السياسة هو أمر وارد وبيحصل في دول كثيرة جدا، وأيضا ما يحدث في إسرائيل من خسائر في الاقتصاد تعوضها دول كثيرة بدعم لإسرائيل، بيخلي إسرائيل تقدر أنها تصمد أكثر عشان تحقق الأهداف السياسية والأهداف أيضا
الاقتصادية اللي هي عايزة التأثير كمان دكتور ماجد مش بس بيطال قطاع غزة، بيطال كمان الضفة الغربية والجانب الآخر كمان. احنا بنتكلم على عمالة عربية بتعمل هناك، أخبار بتتحدث عن وقف العمالة العربية تماما داخل الأراضي الإسرائيلية، واللجوء إلى عمالة أخرى من شرق آسيا بشكل كبير. ففي مشكلة كبيرة جدا كمان في العمالة، ممكن يرفع معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية. طبعا طبعا كلام حك سليم تماما، لأن عدم اللجوء أو الاستغناء عن العمالة العربية وإحلالها بأي عمالة من جنسيات أخرى، ده بيؤدي إلى زياد معدلات البطالة وأيضا زياد معدلات الفقر، نتيجة أن اللي كانوا بيشتغلوا دول العمالة دي كانت بيعولوا نفسهم أو بيعولوا أسرهم، وبالتالي عدم وجود دخول لهذه العمالة والاستغناء عنها بيرفع من معدلات البطالة وبيزود من معدلات الفقر. وزي ما قلت في الأول إن ده كله بينعكس على معدلات التنمية والمؤشرات الاقتصادية الكلية وأداء الاقتصاد، وللأسف الشديد إن ده مش بيضر إسرائيل بس، لكن صحيح. بيضر دول كثيرة جدا جدا في العالم. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، نشكرك يا فندم على كل هذه الإيضاحات.